من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا تقليد في أصول الدين، لا تقليد في العقائد. أمور لا ترضي الطائفي والتكفيري من كل المذاهب، لكنها توافق واقع وسطية الدين والضمير والأخلاق. المحسن والباب والإسقاط بين الحقيقة والخرافة والسياسة. الحديث طويل عن المحسن بن أمير المؤمنين عليه السلام، فهو بين من ينكر وجوده أصلا وبين من يقول بولادته ووفاته في حياة جده رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام، فإثبات كونه سقطا يحتاج للكثير من المؤونة. وأكتفي ببعض الإشارات. المصاهرة بين غضب فاطمة عليها السلام ورضاها وفرحها. أليف في كلام للإمام الصادق عليه السلام عن الموتى قال: أي والله إنهم لا يعلمون بكم ويفرحون بكم ويستأنسون إليكم. باء إضافة لكونه ناصحا ومستشارا ووزيرا وواصفا بالمكارم، فإنه عليه السلام قد زوج عمر رضي الله عنه بأم كلثوم، وهو زواج قد وصل خبره إلى فاطمة عليها السلام وهي في قبرها وتتفاعل معه بحسبه. جيم هل رضيت وفرحت الصديقة فاطمة عليها السلام بزواج أم كلثوم أو غضبت وحزنت؟ دال هل تعاضد وتضافر علي وعمر عليهما صلوات الله على إغضاب وإيذاء فاطمة البتول عليها السلام بالمصاهرة مع الوزارة والبشورة والنصيحة والنصرة؟ ها هل لعاقل سوي أن يصدق بل يتصور أن ما فعله الإمام علي عليه السلام قد آذى فاطمة عليها السلام وأغضبها وأسخطها وهي في قبرها وبرزخها، ويكون كالذين شملهم قول الإمام الصادق عليه السلام حيث قال: لقد آذوا الله وآذوا رسوله عليه وعلى آله الصلاة والسلام في قبره وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين وعلي السجاد ومحمد الباقر عليهم السلام. واو جاء في البخاري أن الخليفة عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. زاي المتحصل إن سيرة علي عليه السلام وأفعاله في المصاهرة والوزارة والمشورة والنصح والنصرة وحفظ حياة الخليفة عمر رضي الله عنه كانت بعلم فاطمة وأبيها عليهما الصلاة والسلام ورضاهما وهما في طور القبر والبرزخ. حاء فأين عصرة الباب والمسمار والضلع والإسقاط؟ وللكلام بقية. الصرخي الحسني.